سي مصطفى وشريف، حكاياتك مع الديربي، ماذا تعرفون عن الديربي العالمي، ديربي الذي يجمع قطبي كرة القدم، هما جوج ديال الأندية اللي مفروض أنهم يكونوا متعددين بالرياضات ويعطيوا أشياء كثيرة، ولكن في كرة القدم 64 موسم 128 مقابلة اللي لعبوها بجوج. المسار، علاقتك بالديربي، حكايتك مع الديربي، ذكرياتك. وصراحة الديربي كيبقى ديما عنده واحد كما واحد لو شارم خاص، خاصة المغاربة وأيضا في العالم، لأن يعني الديربي كيبقى ديما كيجمع ما بين فرق خويا وما فرق لأنه واحد تاريخ كبير، واحد كما كنقولوا واحد يعني واحد الجمهور اللي يعني كيكون في يعني في المغرب كلشي. شفنا أنه تلقيتو بزاف ديال المكالمات من كل مدينه، كل واحد كيتمنى الفريق ديالو، انه ديما كيكون الفريق اللي كيبغي الفريق الام ديال المدينه والفريق الثاني هو سواء الرجاء ولا الوداد. وهنا هنا كتبين الاهميه ديال هاد الفرق بجوج، وبطبيعه الحال داك لو شوك ولا داك المقابله ديالهم كتكون عندها واحد سميتو ديبلوماتيك ولا يعني واحد لو شغم، سواء قبل المقابله كما شفنا هذا الاسبوع هذا لا حديث الا على الديربي، وايضا اثناء المقابله وايضا بعد المقابله. هذه وبالنسبه لعلاقتنا معاه، حنا دائما كما قلنا كنلعبوه ولا كان طبيعه الحال كنكونوا متبعين هذه المقابله هذه، بالرغم ان بعض الاحيان ما كتلقاش ذاك المستوى اللي كينتظر، او لا بالنسبه للمستوى الاعلامي اللي كيتعطى ليها ولا بالنسبه للقيمه اللي كتعطى ليها، خاصه في ديك 90 دقيقه. هذه هي يعني في اغلب المقابلات كيكون المستوى ما كيكونش المستوى اللي كيبغيه الجمهور او المستوى اللي الاعلامي اللي كتعطاه، ويمكن ان كاين هناك امور يمكن الى 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 الى, إلى تصلحات من بعد ممكن نشوفوا ديربيات كديربي اللي كان في البطوله العربيه، وبعض الديربيات اللي كانوا حاسمين فيهم البطولات يعني كانوا معدودين الاصابع. مي كما كنقول ديما كيبقى واحد، انا كنشوف المشكل اللي كيخلي انه حنا لان تسويق هذه المقابله هذه كانها كتسوق يعني الصوره ديال 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 المغرب، ولهذا ما كنبغيوش انا ندوز هكاك بحال ذاك النهار تبارك الله في المقابله اللي كان فيها بعرضه يعني واحد الصوره كبيره سواء على مستوى الجمهور ولا استمرارات الميدان اللي كتعطي واحد الانطباع كبير للكره المغربيه. للاسف يعني كنا حتى في يعني من قبل هذه المقابله هذه يعني كيكون تحدي في المدرجات وتحدي داخل الميدان اللي يمكن انا غادي يمكن ينقص هذه المقابله هذه، وهو المدرجات اللي كيمتعونا، لان الكل كينتظر يعني ذاك كل واحد اش غادي يطلع، كل فريق كل جمهور اش غادي يطلع. ديجا كيكون ديربي في المدرجات قبل ما يكون يهبط يعني على رقعه الميدان، ولهذا يعني ما يمكنش انا هنا نقولوا ولا نعاود نقول يكونوا ديربي مثل هذا في افريقيا ولا في المغرب، نظرا يعني للمستوى اللي وصل له الجمهور اولا ديال هاد الفرق بجوج، وايضا حتى بعض الجماهير اللي انا بطبيعه الحال انا كنشوف ديما الفريق اللي كان مارس فيه ولا سميتو اللي تا هما فاجئونا صراحه بتيفو، خاصه في التيفو اللي قدام الزمالك اللي تا هما كنهنيهم هذا المنظر هذا. وملي كتكون هاد الامور هادو كيطراو في الديربي، هاد الامور يعني كيكون تنافسيه حتى على مستوى المدرجات ديال الفرق الاخرى كما شفنا سواء من جيش ولا الحسنيه ولا طنجه، هما كيحاولوا يوصلوا لهذا المستوى هذا، ولكن نتمنوا انه حتى اللي ديربي نشوفوهم في المدن كاكادير كفاس كطنجه وفي الشمال على الاقل ريجيونال ولا في ديال المدينه في دكه العبده يعني هادو كلهم يمكن يعطيو واحد، ولكن الحاجه اللي يمكن هي تكون ديك منافسه تكون ايجابيه ما تكون سلبيه. نعم التنافس يمكن انه نمشي لها، لانه ملي كتكون منافسه داخل فيها كنفوتوا الحد ديال ما هو رياضي، انا كتخرج على السياق وكتولي كتولد امور اللي كتكون خارجه وما كنتمناوهاش. نتمنى ان شاء الله العقول ديالنا والقلوب ديالنا يكونوا محضرين في هذه المناسبات هذه. سي مصطفى سي مصطفى وشريف، واش سبق لك حضرتي الديربي في الدار البيضاء في المعقل ديالو في المركب الرياضي محمد الخامس؟ لا ما عمرني جاتني فرصه نكون يعني تبعته مباشره في الملعب، لان نظرا كنكون ديما مشتغل سواء كلاعب سواء كاطار. نعم نتمنى ان شاء الله شي نهار نكون
أو لا تكون مدرب ديال أحد الفريقين، علاش لا، إن شاء الله وتكون تكون حاضر. أي واحد يأخذ الغمار هذا حتى حاجة ما بعيداش، حتى حاجة يكون الدنيا. وتشوف هذاك الضغط وتشوف هذاك وتحس بهذاك عرفتي هذه المقابلة ديال الديربي إبراهيم، يعني اللاعب تيحصيولو الأنفاس ديالو لا للخطأ، إلا مشى ترتك في شي خطأ ومشات الكرة لعند اللاعب ديال الخصم وتماركات، يعني غادا تبقى موشومة في التاريخ. لا للأسف، لأن الجمهور اللي تيعقل عليه بزاف تيعقل على بحال هاد الأشياء. علاش؟ دابا هادي مباراة سي مصطفى كتلعب أمام مجموعة ديال الموثقين. خصوصا الآن عاد مواقع التواصل الاجتماعي والعدولات ما كاينش كيقيدوا. لأن هذا اش قلت لك، يعني إذا كتلقاش ما كيلقى المستوى التقني كبير، فهذا هو المشكل. حدث هذا هو المشكل، لأن اللاعب كيعيش كاين عنده يعني كيعيش الديربي يعني بداك الضغط. لأن حتى أي لاعب كيلعب في الرجاء ولا في الوداد بطبيعة الحال في النوتوراج ديالو راه ملي كيخرج من النهار كيخرج من النهار الاثنين هو يعيش ديربي بالضغوطات. سي مصطفى، سي مصطفى مع خطرات كيبان لك شي لعاب بان لك باغي اتقار الكره ما يزيدش فيها، كيشد عطى الاخر جمره ما باغيش هو المشاكل، ما يزيد ما يدريب اللي ما، وخاصه صف الدفاع حيد عليك الصداع. هذا هو اللي كيشكل عائق كبير قدام المردود. لان انا ديما كنقول هذا، هذه المقابله هذه مقابله كبار، يعني خصك تكبر فيها اللاعب. يعني كما كنقولوا حتى ديك، باش نكونوا واضحين، حتى ديك ذاك الاحساس ديال المدرب يمكن كيكون كيركز على ما هو ما نديرش الاخطاء اكثر ما هو نقدر المجازفه. ودابا يعني مصطفى كاين هذا الديربي راه مع خطرات كيجني على لاعب ويفضي معاه ولا يسالي مع مدرب. الصراحه لا تكلم هذا الديربي اللي في واحد المستوى كبير، لان فيه فروق إنه كل واحد عنده لي زوبجيكتيف ديالو، وكنتمنى بجوج المدربين عندهم واحد المساحه كبيره للاختيار. لان اذا شفنا الان كلهم ما عندهمش اعطاء، ما عندهمش غيابات، يعني حتى لا كاليتي الجو اللي كاينه في المغرب تبارك الله كاينه في هذه ليكيب بطبيعه الحال كاين بعض الفرق اخرى، ولهذا لا مجال يعني نكونوا نشطعوا، وخاصه المقابله في بدايه الموسم. يعني ما عندهاش واحد سي فغي ان الرجاء غتبغي تربح وتبغي يعني تربح، لان الوداد عندها مقابله ناقصه وتبغي تبعد النقاط على فريق الوداد، وايضا الوداد انه يتقرب للصداره يعني يكون يتصدر ينفرد بها، وايضا مقابله ناقصه يعني. ولكن هذا ما كيعنيش انه اللاعبين مطلوب منهم ان يعطيونا واحد المردود كبير، تكون مجازفه ويمكن نفكروا كما كنقولوا ما هو سيدي نخسر البالون او لا او لا او لا. كنتمنى الفريقين يعني متساويين خرجوا بنتيجه ايجابيه. نعم نشوفوا ابراهيم اخر سؤال. اخر سؤال لا سي مصطفى، انا واحد المره كان دكتور قرقاش قال لي على انه ملي كنجيو نواجهوا الرجاء ولا الوداد كنكون ديز هابطين مع داك الباساج اللي كاين ديال تحت، قال لك كنسمع داك الدردي كتشدني الخلعه. واش مصطفى حتى هو يعني هذا النوع هذا يعني بهذيك اللحظات اش انت كتحس شويه بهذيك الخلعه مصطفى؟ هو كتحس بواحد كما كنقولوا ماشي الخلعه، لانه الا مشيتي الخلعه فهادي راك خاصك تجي. الحمد لله عشنا هاد المقابلات الكبار كلاعبين، لان المقابله خاصه ملي كنا ديما البطوله وكنا كنسمعوا ان كنا المنافس الاول ديالنا هو الوداد، وحنا في الفندق وكتسمعنا ال 11 انا التيران مليوع عن اخره، بطبيعة الحال هاد الاكسبيريونس اللي كيدوزو عليك كلاعب ومنطو. ولكن من بعد ملي كتكون عندك سميتو سي فغي، حنا دابا ملي كنكونو كنشوفو كنلوحو الاعين ديالنا على اللاعبين، كنشوفو كل واحد في الملامح ديالو كاين اللي كيبان لك من الاول راه من الاول كيبان يعني مع المده كيولي عندك التلقيح على الديربي وعلى المباراه. فوالا هذا هو سميتو سي فغي، انا كيكون داك صراحه الجمهور اللي كيكون كيعيش مع هاد الفرق هذوك صراحه برافو. نتمناو انه كما كنقولو غير ان شاء الله يكون كل شيء بخير. سي مصطفى وشريف نشوفك ان شاء الله كتشتغل عندك يعني كل المؤهلات لا التربويه ولا المهنيه، انت ابن شرعي لكره القدم، ونشوفك ان شاء الله كتشتغل وكتساهم في التربيه وفي التكوين وفي التاطير. انتم شباب كره القدم في حاجه اليكم ان شاء الله باش تخدموها وتمشيوا في هذا الركب اللي غدا فيه ديال التوهج ديال كره القدم الوطنيه، والبصمه ديالتك في سوس حاضره.
ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنسوش ابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.